إبداع التصميم الداخلي إلى إنجازات خلينا نقول شباب الكويت. وضيفتنا اليوم شابة طموحة مكافحة رفعت اسم الكويت على مستوى العالم واجتهدت وأيضا احصلت على المركز الثاني في مشروع اختراع الحاويات الذكية بمعرض كوريا الدولي. وطبعا هذا الإنجاز يحتسب إلى كل أهل الكويت خصوصا لما يكون في المحافل الدولية. راح نتابع مع بعض أكيد هذا اللقاء مع ضيفتنا لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير يسرنا أن نرحب في ضيفتنا المهندسة أسماء العتيق مخترع ومؤسس مشروع الحاويات الذكية لفرز النفايات. صباح الخير. صباح الخير يا هلا وحياك الله معنا أختي أسماء. الله يحييك مشكورة. يعني اليوم فعلا إحنا لما نشوف هذه الإنجازات والإبداعات نستمتع جدا فيها ونحس إن إحنا كذي فخورين بهذا الإنجاز والعطاء بالنسبة لأهل الكويت. أنا بتكلم أول شيء في البداية عن هذا الاختراع. طبعا دائما يقول الحاجة أم الاختراع، تخلي صحيح. الإنسان فعلا يخترع أي شيء قدامه يكون في سبب لهذا الاختراع. أنا بعرف السبب أول شيء اللي خلاك تتوجهين لهذا الاختراع هذا. أول شيء صباح الخير. صباح النور. يعطيكم العافية على الاستضافة الحلوة. حياك الله. أول شيء بالنسبة للاختراع والهدف من هذا الاختراع، الهدف الأساسي هو المحافظة على البيئة. في البداية يعني خلينا نقول عندنا احنا مشكلة اللي هي النفايات في الكويت. أغلب مرادم النفايات مغلقة وعندنا ظاهرة سلبية اللي هي فرز النفايات من قبل عمال النظافة. نعم. طبعا هذه الأشياء هذه خلينا نقول خلتني أتجه لهذا الاختراع وخلتني أن أفكر في هذا الفكرة اللي هي الحاويات الذكية لفرز النفايات. هذه الحاوية الذكية عبارة عن جهاز إلكتروني يفرز ثلاث أنواع من النفايات اللي هو الزجاج والبلاستيك والمعدن. نعم. طبعا مع عملية الفرز قاعد يتم هناك وزن لهذه القطع من النفايات. المستهلك أو خلينا نقول صاحب النفاية قبل لا يستخدم هذه الحاوية الذكية لابد انه هو يعني يرتبط بهاتف الذكي مع الحاويه الذكيه عن طريق البلوتوث لان في هناك يعني خلينا نقول تطبيق هاتف ذكي خاص بالحاويه الذكيه. فلما يستخدم هذه الحاويه الذكيه راح تبين معه نوع النفايه وزنها وهذه البيانات راح تنتقل الى الهاتف الذكي وراح يبين له كم سعرها لان هذه النفايات لها اسعار. اوكي يعني أوكي. مو بس كذي احنا نقط الاغراض وما ندري. طبعا يعني لها فائده للمستهلك نفسه. فلما هو يبين معه هذه الاسعار وطبعا يكون مسجل اسمه ورقم المدني من قبل فبس هذه لان الحاويه ايضا تتصل على الانترنت فاحنا نبين معنا اذا كانت هذه الحاويه ممتليه فبناء على هذه البيانات راح ندز السيارات حق النفايات او عفوا نعم. حق الحاويات في اماكنها المنتشره أي. وبعدين نجمع النفايات هذه نوديها على شركات التدوير ونبيعها عليهم والفلوس اللي حصلناها من شركات التدوير راح يسترجعها المستهلك نعم. اما عن طريق الكاش او عن طريق التحويل في البنك حسب اختيار المستهلك. والله كلام يعني جميل وحلو ان الواحد يكون عنده العلم والمعرفه بان انا والله عندي هالامور هذه داخل البيت بدال ما اقطها بالنفايات ممكن انا يعني استخدمها ان هي بعض المصانع تحتاجها اصلا أكيد. وتدور عليها لكن طب. احنا ما نكون عارفين هالاحتياج هذا شو اللي راح يوصلنا اياه اول شيء نظافه وغيرها من الامور ثاني شيء ممكن يستفيد ماديا منها طبعا. طيب عندنا بالكويت هني الناس مو وايد مهتمة بهالموضوع هذا ولو أن الدولة قاعد تحرص على الناس وتشجعهم على أنهم يهتمون لكن في موضوع معين أن أنا ممكن أستفيد منها مبلغ مادي ما أعتقد وايد ناس عندهم هالتفكير هذا أو أن الناس فعلا مقتنعة بالموضوع هذا صحيح. يوم من خلال هذا الاختراع هل فعلا راح يكون سهل بالنسبة لأي شخص أنه يستخدمه يعني الأشخاص العاديين اللي مثلنا يعني مو شركات ومصانع شو ممكن نستفيد منه إحنا طبعاً. كأشخاص نعم هو أول شيء طبعا الهدف من هذا المشروع أن إحنا نوصل للمستهلك المستهلك سواء في البيت سواء في المجمع أو في المطعم هو المستهلك هو اللي يعني خلينا نقول راح يكون عند النفاية فلما احنا نحط له اسلوب او خلينا نقول وسيله سهله لعمليه الفرز هذا اللي راح تساعده وتشجعه انه هو يعني يفرز النفايات بالطريقه المناسبه. الامانه ما في عند خلينا نقول في وعي عند الناس ان ترى النفايات يعني لابد انها يتم اعاده تدويرها بس ما في الوسيله المناسبه للفرز. الحاويات اللي موجوده في البيوت او في الاماكن العامه عباره عن يعني خلينا نقول خليط من النفايات فما قاعد تساعدنا في الفرز. طيب لو كان في هناك الحاويات يعني خلينا نقول مرتبه ومقسمه بطريقه صحيحه بس احنا ما عندنا خلينا نقول الويست مانجمنت اللي هو اداره النفايات شنو مصير هذه النفايات لما تروح هل هي قاعد تروح فعلا لشركات تدوير او قاعد يتم خلطها مع بقيه النفايات فهذا اللي قاعد يصير معنا بالاضافه الى تشجيعهم او خلينا نقول رفع الوعي ان ترى النفايه هذه احرص عليها لا تحطها في اي مكان الا في المكان المناسب فهذا علشان كذي هو لما يكون عنده خلينا نقول يشوف رصيد النفايات اللي عنده في الموبايل ابلكيشن قاعد يزيد بعد فتره قاعد يسترجع فعلا قيمه نفاياته يلمسها يعني خلينا نقول كاش ماني فهذه الشغله اللي تخليه بالضبط يعني ان
انه يحرص اكثر ويشجع او خلينا نقول يشجع اهله والناس سواء الصغار والكبار انه يكون عنده هذا الوعي وانه يفرز النفايات من المصدر. فهذه الفكره اللي هو احنا نوصل لها وان شاء الله باذن الله تتطبق ان شاء الله، لان فعلا انا واحده من الناس حبيت جدا فكره الاختراع هذا وحسيته وايد سهل كفكره يعني طبعا. وشو ممكن يساعدني بان انا اساعد الدوله ان تكون نظيفه بعيده عن هذه النفايات ويكون في فرز صحيح لها، لان اليوم كاي شخص عادي ما يعرف شلون يفرز، في ناس ما شاء الله عليهم لا مبدعين يعرفون شلون خلينا نقول يفرزون الاغراض هذه، يعرفون شلون يحافظون على البيئه، عندهم هذا الوعي التام، لكن بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم اهتمام مثل هالاختراعات راح تفيدهم. طيب يعني اليوم يعني كاول اختراع الكتروني كويتي شارك في هذا المعرض السنوي وفي اكثر من 28 دوله، كلمينا عن وجودك هناك مع هذا الاختراع وانك انت قاعده تمثلين الكويت ايضا. اكيد طبعا المشاركه اول شيء من قبل مركز صباح الاحمد الموهوب والابداع هو اللي تكفل في هذه المشاركه وتم ترشيحي من قبل هذا المركز. المشاركه تمت في معرض كوريا الدولي لاختراعات المراه وهو يعني معرض سنوي يقام في جمهوريه كوريا الجنوبيه يعني لاحتضان جميع الاختراعات التي تقوم بها المراه من مختلف دول العالم. طبعا لما جت المشاركه طبعا احنا كان المشروع الوحيد الكويتي اللي مشارك اول مره يشارك من قبل المركز، فكانت خلينا نقول المنافسه قويه اكثر من 28 دوله واكثر من 300 اختراع. فلما شاركنا في هذا يعني الانطباع الاول كان جدا جميل. لما حطينا المشروع او خلينا نقول اللي هو الجهاز الالكتروني في المعرض في البدايه اللي هو اللجنه العليا للمنظمين للمعرض كان عندهم الانطباع ان يبون يشوفونه، فبيوم الافتتاح زاروا البوث الكويتي وهذا من المشاريع اللي تم اختيارها هي مشاريع معينه اللي زاروها، فزاروا البوث الكويتي وابدوا اعجابهم في الفكره. طبعا كان في طبعا استحسان من الزوار ومن المنظمين، ولما وصلنا الى المراحل الاخيره اللي هي مرحله التحكيم لله الحمد يعني تم اختيار المشروع انه يكون الفائز بالمركز الثاني وحصلنا على جائزه اسمها السيمي جراند برايس، فهذه تعتبر المركز الثاني بالنسبه للجائزه الكبرى، والحمد لله هذا المركز هذا كان الدوله العربيه الوحيده والخليجيه اللي حصلت على هذا الجائزه، فهذا كان يعني خلينا نقول مفاجاه كبيره والحمد لله يعني انجاز يكتب باسم دولة الكويت في هذا المحفل الدولي. بالتأكيد إنجاز كبير وهذا يبين بأن أبناء الكويت ما شاء الله مبدعين في كل المجالات الإلكتروني وغيرها من الأمور وعندهم القدرة بأنهم فعلا يكونون منافسين أيضا لباقي دول العالم مع خلينا نقول الإبداع اللي موجود داخل الكويت، وفي أيضا دعم داخل دولة الكويت بالنسبة للمبدعين. فكلميني عن هذا الجانب تحديدا، لأن اليوم أي إنسان بأي عمل كان خصوصا في هذه الاختراعات يحتاج مادة، يحتاج الدعم، وإذا ما كان مادة في دعم معين مثلا هو يحتاجه كتشجيع بالنسبة له علشان يكمل ويواصل، فودي تتكلمين عن النقطة هذه تحديدا. طبعا يعني أي مخترع بالأمانة محتاج أول شيء في البداية للدعم لأن الفكرة تكون جديدة، لأنه يحتاج إلى إثبات هذه الفكرة. ففي البداية أول شيء هنقول بالنسبة لبداية الفكرة يعني لمن أنشأتها وسويت يعني قمت بإثبات الفكرة بتصميم الجهاز الإلكتروني تم تسجيل براءة الاختراع لهذا الجهاز من قبل مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع في مكتب الاختراعات الأمريكي، وهذه الخطوة يعني تم إقام فيها مركز صباح الأحمد. نعم. طبعا هذه أول خطوة لإثبات خلينا نقول لحقوق الفكرة. الخطوة الثانية اللي هي خلينا نقول التسويق للمشروع وهو تم أيضا بدعم من مركز صباح الأحمد في معرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط والذي أقيم في الكويت. طبعا هذا المعرض تم في شهر فبراير 2018 ومن هذا المعرض الحمد لله حصلنا على الميدالية الفضية. هذا الدعم الثاني اللي حصلته من مركز صباح الأحمد والدعم اللي هو خلينا نقول المشاركة الأخيرة في معرض كوريا. طبعا أيضا قدموا الدعم الإعلامي، طبعا هذا الشيء يعني وايد مهم علشان نظهر للجمهور أن شنو هذه الفكرة وليش ممكن نحن الواحد يحرص عليها. فهذا خلينا نقول يعني بداية الدعم مع مركز صباح الأحمد. والجانب الثاني طبعا أنا قدمت على الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا إن شاء الله بإذن الله راح يكون يعني بالمستقبل الدعم يعني خلينا نقول انشاء المصنع ان شاء الله. نعم استاذه اسماء، يعني اليوم الانسان المبدع المنجز اللي يتحدى كل الصعوبات لابد انه يلقى الدعم ولابد ان الاعلام يسلط الضوء عليه، يعني وجود الاعلام بكافه وسائله وانواعه هو طبعا لازم يظهر شباب الكويت بهذه الصوره الحلوه، فدورنا احنا ايضا في وزاره الاعلام نظهركم واكيد نوري الناس بانكم مبدعين وفي تحديات لابد تكون موجوده عند اي انسان في حياته وراح يتغلب عليها، لاني انا قاعده اقول تحديات اليوم في وايد ناس مثلا عنده فكره وعنده يعني
يعني إبداع، لكن يقول أنا في تحديات معينة، في ظروف ما أقدر أتغلب عليها. صحيح. واجهتي أكيد بعض التحديات، إحنا ليش نذكرها؟ عشان نشجع الناس بأن الواحد ممكن يتغلب على مثل هالأمور هذه. صحيح طبعاً، وشوية في تحديات خلينا نقول معنوية، في تحديات مادية، في تحديات خلينا نقول يعني واجهتني إن شلون أبدي. فمن التحديات طبعاً يعني أول شيء إثبات الفكرة بشيء العملي، أو خلينا نقول في شيء في نموذج ومجسم. لما أنا بديت الفكرة، طيب لما أبي أقنع الناس لازم يكون عندي نموذج يثبت لي الفكرة، اللي هو اسمه النموذج المصنعي الأول. نعم. فهذا الأمانة كان في صعوبة، لأن الفكرة جديدة مو موجودة، فلازم أنا يعني خلينا نقول بطريقة فنية معينة لازم يعني أن أصمم فيها الحاوية. لا الحمد تعاونت مع أحد الشركات الخاصة وتم تصميم الحاوية الذكية، والتحدي أن أخذ تصميم الحاوية سنة وأربع شهور، فكنت منتظرة كل هالفترة علشان بس يعني أوري الناس أو خلينا نقول يعني أظهرهم المشروع بطريقة حلوة ويقتنعون، سواء الناس أو المستثمرين أو غيره من الجهات. فهذا واحد من التحديات. التحديات الثانية اللي خلينا نقول يعني خلينا نقول طريقة صياغة الفكرة بحيث أنه يتم تسجيلها كبراءة اختراع. نعم. هذا كله محتاج إلى خلينا نقول كتابة الدعاءات طريقة معينة علشان أنه يعني ما يكون مشابه للاختراعات الثانية. وايضا يعني خلينا نقول يعني مواجهه الناس المحبطين، مواجهه الناس اللي صحيح. يعني هذه كلها يعني تحتاج الى قوه، تحتاج الى شجاعه، بحيث ان لا احنا نثبت العكس ونحن قادرين. والحمد لله وصلنا لمرحله وايد حلوه، يعني حتى الاعلام والقنوات التلفزيونيه دعمت هذا المشروع وشافته، والحمد لله صار في اصداء حلوه. استاذه اسماء، انت الحين صار عندك خبره في هذا المجال، خلاص عرفتي شلون الطريقه تتم، وخلاص اذا عندك افكار مستقبليه ان شاء الله راح تنفذينها. اكيد فأكيد فكرتي بالفتره هذه من بعد هالابداع هذا وصل لدولة خلينا نقول فيها يمكن إنجازات كثيرة، وقدرت تحققين هالطموح اللي بداخلك، ترفعين اسم الكويت، شو اللي مفكرة فيه الحين؟ هل في شيء طرع على بالك؟ مو لازم تقولي لنا الفكرة، أنا أدري هذا راح يكون شيء حصري لك بعدين بتقولي، لكن في أفكار معينة جتك الحين؟ شوفي أمانة دام إن الحين بدأنا من الصفر، وصلنا خلينا نقول الدرجة الأولى والثانية، ودنا نوصل إن شاء الله لي خلينا نقول يعني نكمل المشوار هذا اللي بدينا فيه. فحاليا أنا ودي أركز على هذه الفكرة، ودي إن أوصلها للواقع، أبي الناس تشوف المنتج، مو مجرد يعني فكرة واختراع وحصلنا عليه جوائز، لا نبي نوصل للعالمية إن شاء الله بإذن الله، لأن طموحي أن تكون الكويت إن شاء الله دولة منتجة للمصنعة، يعني لها خلينا نقول مجال في التكنولوجيا، ما نبي بس نكون دولة مستهلكة، نبي نكون دولة منتجة للتكنولوجيا. فهذا طموحي، لما أبدي الفكرة هذه وأثبتها إلى أرض الواقع وتكون مشروع واقعي، هذه بداية خلينا نقول هذا أول هدف لي، وإن شاء الله بإذن الله التوالى يعني الأفكار والاختراعات بناء على يعني خلينا نقول في هذا المجال. فيعني يعني راح يكون إن شاء الله اختراعات دائما في مجال التكنولوجيا، لأن أنا يعني الحمد لله أحب هالمجال، هذا مجال وايد مميز. شوفي أنا بداية حلقتي كنت قاعدة أتكلم عن التكنولوجيا، طبعا لها سلبيات وإيجابيات، لكن أنت وظفتيها بشكل جدا إيجابي، خلي الواحد فعلا أي شيء موجود عنده كتقنيات أنه يعرف هذا لأنجز فيه، لأبدع فيه. أكيد. ففعلا أنت وظفتيها بشكل حلو، وخليتي الناس الحين تفكر وايد إن أنا شنو ممكن أسوي، يعني في وايد ناس سبقوني. فهل في خلينا نقول تخوف بالنسبة لك في مشاركتك في المعرض؟ يعني في بعض الأشخاص بالنسبة لهم وايد دول مشاركة، أنا كشخص مثلا ومع هذا الاختراع وتحمل مسؤولية كبيرة، هل هالشيء هذا يعني حاشك يعني في البداية؟ أكيد. في بعض الأشخاص تقول أخاف إني أنا ما أنجح، لكن مجرد المحاولة هو شيء أكيد يدل على النجاح. أكيد. شوفي الأمانة كان في بداية تخوف، مركز صباح الأحمد حمل لي مسؤولية، أنا قاعدة أمثل دولة الكويت ومثل مركز صباح الأحمد، فالحمد لله رب العالمين أن كنت عند حسن ظنهم وثقتهم في هذه المشاركة. احنا رايحين اول شيء لدوله اللي هي جمهوريه كوريا الجنوبيه، واحنا عارفين انها هي سباقه في مجال التكنولوجيا والصناعه والاختراعات. نعم. فلما احنا دخلنا كدوله عربيه ودخلنا كدوله خليجيه اول مره تشارك، يعني اول شيء يعني كان في تخوف ان انا راح اشوف شيء يعني انه يمكن عرفت لي يعني انه ما يعني ما نقدر خلينا نقول نوصل لمستواهم في هذا يعني في هذا المجال. بس الحمد لله لما شفت المستوى يعني خلينا نقول طلعت على مستوى الاختراعات الموجوده، في اغلبها جميله جدا، في مشاريع خلينا نقول مجرد فكره
مسجلة في مشاريع لا تم تصنيع لها نموذج. فبالمقارنة في البداية كان في خلينا نقول رد فعل جميل من المنظمين، حسيت إنه لا الحمد لله إنه ترى في انطباع جيد. لما اطلعت على خلينا نقول الحاويات الموجودة في المعرض، فالمعرض لما شفته الحاويات الموجودة تقليدية بسيطة، كانت سلات وأكياس، وهم دولة أمانة عندهم قوانين تحافظ على البيئة بطريقة يعني خلينا نقول جدا صارمة، ويعني يحرصون على فرز النفايات. فلما شافوا مثل هذا الاختراع شافوا هذا يعني تعجبوا بالضبط، لأن يعني لو كان عندهم هذا الشيء كان سووا مثل هذا الجهاز. بس لما احنا جيناهم في 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 جهاز وشحناه من الكويت، وكان فيه خلينا نقول يعني حتى الرئيس المعرض لما جاء البوث الكويتي حرص انه يجرب الحاويه الذكيه، فكان هذا يعني خلينا نقول الحمد لله صار في يعني كل الخوف راح، حسينا انه لا ان شاء الله احنا صدارين للجائزه ان شاء الله. ولما تم الاعلان عن الجوائز لما وصلنا لاخر جائزتين احنا تفاجئنا يعني الحمد لله صار في خلينا نقول يعني اسم الكويت وصل للمرحله الثانيه، وهذا شيء وايد حلو من اول مره ومن المشروع الوحيد اللي مشارك من الدول الثانيه. نعم، والجميل ايضا تواجدك معنا اليوم في شاي الضحى. شكرا لك استاذه اسماء العتيق، فعلا نورتينا وشرفتينا كسيده كويتيه منجزه ومبدعه في هذا المجال اللي الناس يمكن ما تحس ان المراه ممكن تنجز في التكنولوجيا. لا، المراه الحين صارت عندها المعرفه في كل الاجهزه، فعندها هالعلم وقامت تدرس حتى هالامور هذه عشان تكون عندها هالثقافه. شكرا لك اسماء، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم، شكرا على الاستضافه. شكرا لك. اذا مشاهدينا راح ننتقل الى فقرتنا القادمه، وفقره الطبخ مع دلال الريش، والاطباق اللي راح تقدم لنا اياها دائما اكيد راح تكون صحيه وبنكهات مميزه وجديده. خلونا نتابع مع بعض هذه الفقره.